الحد من الخلاف من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر ضعفاً في لبنان، مشروع مقدم من الاتحاد الأوروبي كهبة بقيمة 20 مليون يورو، أطلقه وزير الصحة العامة اللبنانية وائل أبو فعور، مشيراً إلى أن وزارة الصحة العامة تطمح إلى توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للبناني والسوري والتخفيف من التنافس والأحقاد. هذا المشروع كما يقول عنوانه هو يهدف إلى الحد من الخلاف، بمعنى أنه يعترف أن هناك خلافاً ناشئاً وناشباً بين اللبناني وبين السوري. جزء من هذا الخلاف مرده إلى التنافس على فرصة العمل، على فرصة الحياة، على الصحة، على التربية، على المياه، على البيئة، على المقومات الأساسية للحياة البشرية. وبالتالي الحد من هذا الخلاف هو في مصلحة السوري ولكن أيضا في مصلحة اللبناني. أطلق المشروع خلال مؤتمر صحفي شارك فيه كل من رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخورست وممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينات كالي. في الختام قدمت مسؤولة البرامج في منظمة الصحة العالمية مكتب لبنان الدكتورة أليسار راضي عرضاً لتفاصيل المشروع وأهدافه، ومنها تأمين خدمات رعاية صحية ذات جودة لأكثر من مليون مستفيد من الأكثر ضعفاً، وإلى الحد من الخلاف بين اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف. الصحة حق للجميع. منظمة الصحة العالمية مكتب لبنان.